هل سمعت بنهر القيامة الجليدي الذي ينذرنا بكارثة قريبا؟ ولماذا بدأت مياه المحيط تتسرب من أسفله؟ وهل يمكن أن يتسبب في غرق مدن بأكملها؟ موضوعنا اليوم أيها الأحبة سيكون نهر القيامة الذي يقع في القطب الجنوبي المتجمد، وكيف يمكن أن يتسبب بكوارث في الأعوام القادمة. حتى يتبين لهم أنه الحق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الأحبة، هناك ظواهر من حولنا لا ننتبه لها، ولكن ننتبه لها بعد وقوع الكارثة. حقيقة الأخطار المحيطة بالأرض كثيرة جدا، معظمنا يغفل عنها، والأخطار الموجودة في باطن الأرض كثيرة جدا، والأخطار الموجودة أيضا على الأرض كثيرة، ولكن من رحمة الله سبحانه وتعالى أنه دائما لطيف بعباده، دائما ينجينا، دائما ينقذنا من هذه الكوارث من دون أن نشعر. لذلك ينبغي أن تقول دائما الحمد لله. موضوع اليوم أيها الأحبة نهر ضخم جدا، قدره العلماء بمساحة ولاية فلوريدا. هذا النهر موجود في القطب الجنوبي المتجمد، وهو متجمد عبارة عن مياه عذبة، يعني يختلف عن البحر. ولكن لاحظ العلماء حديثا في دراسة حديثة قبل أيام أن هذا النهر يشكل خطرا كبيرا فيما لو ذاب بالكامل. ذوبان هذا النهر سيرفع مستوى البحر عدة أمتار. يعني تصور أن هناك الكثير من المدن الساحلية ستغرق تماما بسبب ذوبان هذا النهر، سبحان الله. لذلك أيها الأحبة نسأل الله عز وجل أن يبعد عنا هذه الأخطار، ولكن ينبغي أن ننتبه لمثل هذه المسائل ونستعيذ بالله تبارك وتعالى من شرها، ونرى ماذا يمكن أن يحدث في الأعوام القادمة، وماذا يتوجب على البشر أن يفعلوا، ولماذا يحدث هذا. يعني انظر أخي الحبيب، العلماء يقولون إن الإنسان أفسد البيئة وأفسد ماء البحر وأفسد المياه العذبة وأفسد الهواء الذي نتنفسه بسبب المشاريع العبثية العملاقة التي يقوم بها، بسبب الحروب التي يقوم بها وكلها تلوث الجو، بسبب ملايين الأطنان من الملوثات التي تضخ عبر الهواء من المصانع والمعامل ومن عوادم السيارات، ومن يعني كميات تلوث هائلة جدا. لذلك هذا ما أدى لارتفاع لهذه الموجات التي تضرب الأرض الآن. أحيانا تحدث أمطار غزيرة جدا في صحراء، هذا الأمر غير وارد، يعني خلال آلاف السنين لم يحدث هذا الأمر، أن تجد كمية هائلة من المطر تنزل في صحراء مثل ربع الخالي مثلا الأكثر جفافا في العالم، أو تجد أن بدايات الجفاف بدأت في مناطق في أوروبا. هناك بعض الأنهار بدأت الآن بالجفاف، نسبة الأمطار قلت في بعض المناطق، درجات الحرارة ترتفع أكثر من 50 درجة مئوية في مناطق لم نكن نتوقعها من قبل. انظر أخي الحبيب، كل هذا ما سببه؟ سببه ما يسمى باحتباس الحرارة ضمن الغلاف الجوي بسبب التلوث. يعني هذا الغلاف الجوي الذي يمتد لمئة كيلومتر تقريبا، هذا الغلاف هو نعمة من الله سبحانه وتعالى. الله وضع فيه نسب دقيقة جدا للأكسجين والنيتروجين وبقية الغازات مثل غاز الكربون والهيدروجين وغير ذلك. فعندما بدأ البشر خلال 100 سنة الماضية بضخ كميات هائلة من الملوثات، أكاسيد الرصاص والكبريت والكربون وثاني أكسيد الكربون وغير ذلك، كلها بدأت تحتبس داخل هذا الغلاف الجوي الحساس جدا. الله سبحانه وتعالى يقول
وجعلنا السماء سقفا محفوظا. ما هي السماء؟ هي في اللغة كل ما عليك هو سماك، كل ما يرتفع فوق رأسك هو سماء. فالغلاف الجوي هو أقرب شيء من السماء الدنيا لنا. الله قال سبحانه وتعالى وجعلنا السماء سقفا محفوظا، يعني حفظه الله بهذه القوانين وحفظه الله بهذه النسب الدقيقة. وقال أيضا عن الأرض وأنبتنا فيها من كل شيء موزون. إذن هناك توازن عجيب جدا ودقيق جدا على الأرض. أي خلل يفعله الإنسان يؤدي لمثل هذه الكوارث. وهنا أيضا آية كريمة لابد أن نتذكرها، يقول سبحانه وتعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، يؤكد أن الذي يعبث ويفسد في البر والبحر هو الإنسان بما كسبت أيدي الناس. ليذيقهم بعض الذي عملوا. هذه الكوارث بالنتيجة هي من فعل البشر، كثرة الزلازل وكثرة الأعاصير كلها بسبب إفساد البشر في البر والبحر. ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون، كلها إنذار من الله لنعود إلى الله سبحانه وتعالى ونخفف من هذه الحروب، نلغي هذا الظلم وهذا القتل وهذا العبث بالبيئة. نعود الآن لموضوع هذا النهر الخطير أيها الأحبة. هذا النهر أيها الأحبة هو مثل تنين هائل ينام في أعماق القارة القطبية الجنوبية، وإذا ذاب سمي بنهر القيامة لأن ذوبانه ينذر كما يعتقدون بحدوث القيامة أو نهاية العالم، يعني لأن هذا النهر إذا ذاب يمكن أن يرفع مستوى البحر إذا ذاب بالكامل 6 أمتار. تخيل معي أن مدن ساحلية إذا غمرها الماء 6 أمتار كم ملايين البشر سيغرقون بسبب ذوبان هذا النهر. لذلك سمي بنهر القيامة الجليدي. وهذا النهر أيها الأحبة هو بالأصل موجود في منطقة في القارة القطبية الجنوبية، منطقة مهملة ونشرت حولها الكثير من الألغاز والكثير من الخرافات والأساطير، وهي عبارة عن منطقة كبيرة جدا متجمدة. والدراسة الحديثة تشير إلى أن معدل ذوبان هذا النهر يتسارع بسبب كما قلنا التلوث البيئي. وهذا التسارع يعني هو له معدل ذوبان معقول طيلة آلاف من السنين، وهناك توازن محكم كما قلنا على الأرض، ولكن تسارع ذوبان هذا النهر ينذر بكارثة يمكن خلال عشرات الأعوام القادمة أن تضرب سواحل الأرض. بالإضافة أن هذا النهر إذا ذاب هناك مشاكل أخرى أيها الأحبة، هناك كائنات ستنقرض، هناك ارتفاع أيضا إضافي في درجات الحرارة مما يؤدي لي أيضا كوارث وحرائق على الأرض، احتراق كميات كبيرة من الغابات كما نشاهد، يعني كل يوم نسمع بحرائق يعني مئات أو آلاف الهكتارات في مناطق مختلفة من على ظهر الأرض. كل هذه النباتات والغابات التي تحترق هي رئة الأرض التي تتنفس فيها. مع احتراق كميات كبيرة من الغابات تنخفض نسبة الأكسجين بالجو وترتفع درجة الحرارة، لأن هذا التوازن قال تعالى كما قلنا وأنبتنا فيها من كل شيء موزون. فالغطاء النباتي على الأرض متوازن بصورة دقيقة جدا. فالإنسان الذي بدأ يدمر الغابات ويأخذ هذه الأخشاب يقطعها ويدخل في مشاريع كما قلنا عملاقة وعبثية بسبب زيادة أعداد السكان واقتطاع أجزاء كبيرة من هذه الغابات الخضراء وتحويلها إلى أماكن
صناعية أو أماكن سكنية أو غير ذلك. فكل هذا أيها الأحبة يؤدي أيضا لمزيد من ارتفاع معدل درجات الحرارة على سطح الأرض. طبعا أيها الأحبة يحاول العلماء اليوم وضع حلول لمنع ذوبان هذا النهر، ولكن كل الحلول أنا بنظري فاشلة. لماذا؟ لأنه ينبغي على البشر أن يغيروا سلوكهم. الحل موجود في القرآن. الله هو الذي خلق الكون وخلق الإنسان وخلق الأرض بما فيها وخلق هذا النهر، وبالتالي هو الذي أعطانا الحل سبحانه وتعالى. قال: ظهر الفساد في البر والبحر. فساد يعني بمعنى تلوث، انقراض للكائنات، ذوبان أنهار كانت طيلة آلاف السنين محافظة على نفسها، موت لكائنات، تدمير لغابات، كوارث، حرائق، أعاصير إلى آخره. هذا الفساد الذي ظهر الآن، والقرآن استخدم صيغة الماضي ليؤكد لنا أن هذا الأمر سيحدث، وهذا إعجاز قرآني قبل 1400 سنة. من كان يتوقع هذا؟ ظهر الفساد في البر والبحر وحدد لنا أن الإنسان هو المسؤول بما كسبت أيدي الناس، وحدد لنا أن هذا نوع من العقوبة ليذيقهم بعض الذي عملوا. لماذا؟ انظر أخي الحبيب إلى الشذوذ اليوم، نشر الإلحاد، القتل، انظر إلى كثرة القتل من دون أي سبب، انظر إلى الظلم، انظر إلى المليارات والتريليونات التي ينهبونها من الناس بواسطة الربا، ثم يضخونها في كما قلت لكم لإفساد الأرض وللحرب على الإسلام ولقتل الناس، يصنعون بها أسلحة ليدمروا الناس البريئين. إذا لم يغير هذا الإنسان سلوكه ويعود إلى الله سبحانه وتعالى ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. فإذا لم يرجع الإنسان إلى صراط الله المستقيم وإلى الالتزام بتعاليم الله عز وجل، فستبقى هذه الكارثة مستمرة، وسيبقى العذاب مستمرا حتى ترجع إلى ربك أيها الإنسان. وأختم بهذه الآية الكريمة: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. نسأل الله عز وجل أن يصرف عنا وعنكم كل شر، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حتى يتبين لهم أنه الحق.